سالم سميري يقول قبل أشهر وليد الفراج المنتخب يستطيع أن يصل لدور ال 16، اليوم الله يستر. ما صدقت سالم، ما أبغى أقول أن أنت لا تقول الحق، بس واضح أنك سالم ملخبط. بس يعني سالم لا تخربط على علي، أنا لا تقعد تألف من عندك. أنا قلت المنتخب السعودي راح يصل دور ال 16. فرق بين التلفزيون وبين ربعك اللي تقعد معاهم في الديوانية، أكيد واحد يشبهني.